السلام عليكم. السلام. أهلين. هو خيره؟ إيه. إمتى؟ شوي. إذن الله. الله. هو خيره؟ شو ابو زيد خير؟ شو القصة؟ كأنه هذا الزلمة حامل لك خبر عن ابو خير وابنه. اي والله خبر ما بسر الخاطر. خير شو في؟ قال كان مشين ابو خيره وابنه خيره واخذينه على التحقيق. شيخ شو الحكي؟ اي والله. ليش شو عاملين؟ شو بعرفني؟ علمي علمك. الله يسركم ويكون معكم. رايحين بالبابور عمي ما هيك؟ اي والله. الله يسركم يا رب. دير بالك على الحريم ها. ما تاكل هم عيوني يا عم. يلا خاطركم. الله معك. ايه يا بي مثل ما وصيتك افتح بيتك الكبارية، يعني هاي الغرفة فرشناها من اول وجديد، وسكر وشاي وقهوة ومرة كله موجود عندك. بقى ما بدها يا بي، افتح بيتك وعزمها الكبارية تسلى انت وياهم. يا بي ما بسخى. لك ايه ما بسخى، شو بدي كذب عليك؟ ما بسخى يا بي. حاول يا بي حاول. وهذا صندوق العجائب خذ اليوم بيعه وريح لي حالك. الله يوفقك. اهلين ابو عادي. لك اهلين ابراهيم، شلونك؟ والله الحمد لله. شو وين يا ميسر؟ والله مسافرين على الحلف، في لنا كم غرض هنيك بدنا نجيبهم ونجي. يلا ان شاء الله مهون يا رب. الله يسلمك ابو عادل. ما بدك توصاي امور الوالد، اماني برقبتكم، يعني شو ما بيحتاج من الدكان يعطوه، من شان المصاري ما تاكل هم، بس اجي انا بحاسب. ابشر. لا سيد راسي لا، جبالك ها، كل شيء للدين حبيبي وعيني عجيبه لا تروي. هذا اب صلاح البرغوت بجيبته بفقس. الله يسامحك عمي ابو نجيب، الله يسامحك. روق ابو عادل، الوالد عم يمزح معك مو قصده. الله يسامحنا جميعا سيدي. خاطرك يا بي. مش لك يا عم، دير بالك على حالك ها. مهونة. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. وعم يقولوا انه صاروا لاقين لهلا اكثر من 1000 زلمة. لاقين؟ ايه. وشو عاملين دخلات؟ عم يشتغلوا ضد الدولة العليا. لك شو بدهم بهالشغلة؟ لك والمصيبة لجمال باشا ما عنده لا مشرطة. يعني برأيك مش يقولون؟ والله الله العليم، الله يجيرهم يا رب، الله يجيرهم. آمين. الله يجيرهم كل هذا. الله يجيرهم. أمي أبو روحوا أنت وإخواتي عن بيت أب خير وشكوا عليهم، وشوفوا إذا عاوزين شيء بدهم شيء. لا تتركون أمي الله يرضى عليك، لا تتركون. تأمر يا مو مثل ما بدك. الله يكون بعونهم. يا مو ما عرفتوا ليش حبسوهم؟ لسه ما تأكدنا من شيء، كل واحد بيجي وجايب معه خبرية شكل. الله يفك أسرهم ويفرجها عليهم. آمين. بدك شيء يا مو عاوزة شيء؟ سلامتك تقبرني. دعيلي. إلهي ربي يحمي ويرضى عليه وييسر لي أمرك. آمين. الله يحمي عليكم. يا مو ما في شي اخبار عن جوزي؟ مين جوزي؟ يو جوزك وضاح؟ يا مو انتي من كل عقلك عم تحكي؟ ايه عم يحكي من كل عقلي، لكان من نصه؟ يا مو وضاح جوزي قدام الناس وبس. وهذا اللي بطنك شو؟ اسمعي يا مو هذا الحكي ما بتحكيه قدام حدا. نو نو. لشو يا مو؟ يا مو فهمي علي شو بدي قلك. اذا اجا وضاح ساعتها بتحكي، وإذا ما إجا بتضلي ساكتة ما بتفتحي تمك بكلمة. ابنك بيعيش معزز مكره، وإنتي كمان بصير سعرك بسعر ويدا خان ومرته. لا يا مو لا، إذا همنا ما عرفوا الله بيعرف. إنتي اعملي اللي قلتلك عليه وبس. معقولة تحسين لساته عايش؟ لا لا أكيد هذا شي واحد بيشبهه. لو لساته عايش كان بيا، لكن ندرينا. يا أختي والله أنا أكل همك، إذا بتتجوزي وبتنستري أحسن لك من العيشي مع العربتين. والله العيشي معهم بتقصر العمر. أخي الله يخليك، أنا ما بدي أتجوز بعد جوزي الله يرحمه. ما بدي أتجوز، تحرم علي الرجال من بعدهم منه. وإخواتك إذا بدهم يخلصوا مني وللبد يخلوني أرجع على بيتي بقعد فيه أنا أولادي. يا أخي أختي حكيت مع أخواتك وما رضيوا، قال انت حرمي وما بصير تعيشي ببيت لحالك، زعران والسرسرية متلين سقاط. ايه خلص لك انا، خلوني مقبورة هون لحتى اموت، منيح هيك؟
لك يا اختي اسمعي مني قومي شوفي لهالرجال، تناوقي عليه من الشباك بس. والله هالرجال باينت ابن حلال وصاحب دين. بجوز يكون من نصيبك وبس تشوفيه بتغيري رايك. يا جواد. ايه اخي جاي جاي. طمني شو صار معك؟ اخي خلص تركب حالها مو راضي يعني تتجوز. بعدين معها هي بدها تتجوز غصبا عنها. يا ربي دخيلك. والله ما عاد اقدر اتحملك. والله ما عاد اقدر اتحملك. اخي رجع بعد 10-12 يوم نعطيه جواب وان شاء الله بيكون خير. ان شاء الله كله بامر الله. لا اله الا الله. اسمحوا لنا. تفضل. يلا. يلا يلا. تفضل اخي تفضل. يلا. والله كأني بعرفه. وشو مو غريب علي؟ شوفي عند الصبحيات بتأشعر البدن يا رجل، 6-7 مشانق بالمرجي والناس مجتمعة والعسكر عم تدفش فيهم. يا لطيف الله ربي، دخلك شو عاملين هدول؟ عم يقولوا انه عم يتعاملوا مع الانجليز والفرنساوي. نعيم عال. نعم عليك. دريتوا يا جماعة؟ خير. كان عندي واحد زبون هلا قشيت له دقنه، عم يقول لي يمكن هاشم افندي وابنه شانقينهم. يا لطيف. يا لطيف لا تقول يا رجل. ليش ابو صلاح مو انت كنت هني؟ بلا. اي ما شفت هاشم افندي وابنه معلقي؟ بس بيني وبينك انا ما استرجيت اطلع فيهم منيح مشان هيك ما بعرف. يلا شوف كل واحد شغله ما بدنا جماعات. يلا 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 كل واحد اشوف. يلا قلتوا شو عم تستنوا كمان؟ يلا لشوف. يا الله. مين؟ افتحي يا اختي، افتحي انا رشدي. سميحة كنت عندك هون؟ ايه اخي هون. جوزها وابوش انا اول. هتجيبي سيارة لسميحة. انا خبرتك مشان ما تخلي حدا يحكي قدامنا. قولي على انت ولا النار. قولي على انت. ليش عم سكر القهوة؟ تعال شوف، تعال حوام. شغل اللي بيساوي القهوة والشاي والزورات ما اجى اليوم لأنه ضعيف. مشان هيك ما بنقدر نلبي طلبات الزباين. تعال، تعال بلا ما تبيع، بس لا تسكر، ممنوع تسكر أي دكان أو قهوة. افتح يا افتح. أمرك معلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شو هالحكي؟ إيه والله عقيد هيك عم يقولوا. والله إيش كان هذا الحكي صحيح؟ لا احرق الارض تحت رجليهم. وعى هيك. كيف صحتك ام خير وان شاء الله منيحه؟ الحمد لله بنشكر الله. الحمد لله. اقعد تيتي اقعد. تفضلي خالي ام شاير. يسلموا هالايدين. الله يسلمك. قولي لي مرت عمو من تمك احلى. ان شاء الله بيقبر قلبي هالوش. يبعد الشر عن قلبك. ما تشوفي شر. الهي ربي فرحتكم وقت بده يطلع خيره وابو خيره. آمين. آمين يا رب. الله يسمع منك. إن شاء الله يا رب هيك يفرج همهم ويفك أسرهم. آمين. آمين. هان إذنكم رايحة شقة الطبخة. قومي يا مسعد. إذنك. إذنك. معك. ديبة بالكدن بيطلعوا بهالكم يوم إن شاء الله. مين هدول اللي بدهم يطلعوا يا أم شاهر؟ خيره أبو خيره عم بيقولوا شنقون. قولي على قلبي يبعت لي حمى. ومنين جبتي هالخبر؟ خبر شو؟ شبكم؟ شو الخبر اللي مخبينه عني؟ لا ما في شي، بس قال الحجاج بدهم يتأخروا لأنه المختار بده يجاور قبر النبي 3 أشهر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال الأمير فيصل حكى مع جمال باشا مشان، بس جمال باشا ما رد عليه، قام الأمير حرق وراح على الحجاج. بس بيني وبينك يا أبو فخر شغلتهم مين ورد الجنود؟
جوبا عم يشتغلوا مع الانجليز ضد الدولة العليا بصير حكي. اسمع ابو صلاح الدولة لحتك حريش هالشغلة. يا حبيبي شو هالدولة هي اللي حافظت لنا كرامتنا وعم تدللنا؟ لكن الناس عم تموت من الجوع، عم تموت من الجوع. بعدين هدول شهادة يا بي، شهادة عند ربه لأنه ماتوا هن عم يطالبوا بحقونا. لك رحمة الله عليهم، الله أعلم فيهم. أنا يا مو. تفضل يا مو. أهلين أخي. أهلين أختي. أهلين تقبلني. طمني شو صار معك؟ هاشم أفندي وابنه ما أنهم مشهورين الحمد لله. الحمد لله. بس أنا دندست من بعيد لبعيد وعرفت إنه في ناس كتير موجودين بالحبس وعم يحققوا معهم، وهاشم أفندي وابنه لساتهم محبوسين. أنت مانك على بعضك يا مو، مخبي علينا شي؟ احكي الحقيقة يا مو، برضاي عليك. هي هي الحقيقة يا أم شاهر، هي هي الحقيقة. بس أنا اللي أهل مأثر فيني إنه الشباب اللي شنقوا من خيرة شباب البلد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الشريف حسين أعلن الحرب على العثمانية، رجاله هلا علقانين مع عسكر العثمانية. يا لطيف ولي على قامتي يا باطل، وشو بدنا نساوي هلا احنا؟ شو بدنا نساوي؟ يلي الله كاتبه. حجي خلينا نروح على الشام الله يخليك. ايه والله لازم نروح، هلا بنروح على المحطة وبنقطع بالبابور. خلص خلص صهري، انتوا روحوا وانا بضل هون. لا صهري بدك تروح. ما بيصير، الله يرضى عليك، يا حجي هذا ندر ولازم اوفيه، ما بيجوز. يا صهري الضرورة الأحكام، وإذا بدك تسأل المشايخ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي لك يا ربي شو ذنبن هالأطفال؟ لروح على كتف النهر بكي بقى لي شوية خبيزة شوية هندبي، اتصل إيده ياهن بالطعمين ياهن. وبعدين هي صرنا أكثر من شهر ما بعنا ولا خشبي. الله وكيلكم وكيل السماء والأرض يا رجال، إني تركت أهلي ولادي ما عندهم شي يحرك الضرس. يا لطيف على الحالة، الحمد لله يلي مالي متجوز. طيب وين رايحين؟ والله اخذين جهاز عروس على الشام. لك حبيبي في حدا بيتجوز بهالايام؟ سيدي هاي سنة الكون. يلا 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 امشوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم الحجي. شو اخي ان شاء الله مش الحال؟ أيوه حال اخي، أيوه حال. الدنيا قايمة قاعدة والببور عم ينقل العسكر موني وجبخاني، ما حدا فاضي لحدا. ايه ولي على قامتي. وشلون بدنا نروح لكان؟ منروح مثل ما جينا عجمال، هلا قوافل الحج صارت بالشام. ان شاء الله ان شاء الله نلاقي شي قافله تاخذنا معها. الله بيسرها اخي، الله بيسرها. الله يسمع منك. خطيتكم برقبتي يا جماعه، انا الحق علي الولاية كنتوا هلا بالشام. وحد الله صهري، وحد الله. انت فضلت علينا بهالشغله، وين نحن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا لطيف شو هات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تخافوا، القواصة بعيد. الله يهدي الأحوال. آمين.